لما عصى إبليس ربه ورفض إن هو يسجد لآدم، ما كانش ساعتها في شيطان، فمين اللي وسوس له؟ وفي الأيام المفترجة دي كلنا عارفين أكيد إن الشيطان مؤيد بالسلاسل. طب نفهم من الكلام ده إيه دلوقتي، ومين هو الشيطان الحقيقي لينا؟ والسبب هو إن إحنا بنسيب العدو الحقيقي وبنروح للعدو الضعيف. ويقول الله تعالى في محكمة كتابه العزيز إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وده لمعنى واحد غايب علينا كلنا، إن العدو الحقيقي للإنسان هو النفس، وهو عامل زي القنبلة الموقوتة واللغم اللي موجود بداخل الإنسان. وده طبعا بالدليل إنه ذكر في القرآن الكريم في بعض آيات كتير وبتتكلم كلها على كلمة نفس. طب إيه هي النفس دي؟ ومعناها هنا هو هوى النفس اللي بيتمكن من الإنسان، وبمعنى تاني أدق اللي بيعمله الإنسان وعايزه وبيحلله لنفسه. وبيقول الإمام سعيد البوصيري في برديته: وأخالف النفس والشيطان وأعصيهما. وفي جريمة قتل قبيل أخي هابيل يقول الله تبارك وتعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه. ولما نسأل إنسان وقع في معصية ما وبعد ما يندم ويتوب وتيجي تقول له هو إيه اللي خلاك تعمل كده، هيرد عليك ويقول لك: غوان الشيطان. والكلام ده معناه إن كل فعل محرم وراه الشيطان، وإن السبب في المعاصي والذنوب أما بيكون الشيطان أما بيكون النفس الأمارة بالسوء. فالشيطان هنا خطر، ولكن النفس أخطر منه بكتير. وهنا بقى هقولك إن المدخل الشيطان على الإنسان هو النسيان، فهو بينسى الثواب والعقاب، علشان كده بيقع في المحظور. ويقول الله عز وجل في محكمة كتابه الكريم: وما أبرأ النفس إن النفس لأمارة بالسوء. فنحاول نتعظ من اللي بنعمله واللي بيحصل حوالينا. خلصنا حلقتنا النهاردة، والرجاء عمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس. وكنتم مع معلومة مع بيرو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.